النهارده بالعربي يبقى اكيد ايه بورسعيد معروفه يعني. يلا بينا نشوف بورسعيد وحلاوه بورسعيد واكل بورسعيد. افطر هنا يعني. هنروح نفطر دلوقتي وبعد كده بقى ايه نطلع على اي حته ثانيه. تعال نشوف فطار في المكان الجامد ده. حوزه احنا مش في دهب، احنا في بورسعيد لسه. كل اللي احنا شايفينه ده في بورسعيد. تعالى اوريكم المكان اللي قاعد فيه، ولو عجبكم المكان اكتبوا لي في الكومنتات اسم المكان وانا اقول لكم. قشطه، يلا نشوف المكان. اللي احنا شفناها دلوقتي دي، بعد كده هنطلع ممكن ناكل قصب من الراجل الحلو اللي ورانا ده، الراجل بتاع القصب الحلو ده. بعد كده نطلع بقى على المعديه اللي ايه بنرمي عيش للنورس فيها وبياكلوا وبتاع، المنظر جامد قوي هناك. ابقوا معانا. ده قصب، بتاكلي قصب؟ بتاكلي قصب؟ عارف لو ما اكلتيش قصب ماشي عالي خدي. قلت لك بتاكل قصب؟ قلت لي اه. ني عامل ايه ابنيه دلوقتي؟ طوب لحد ما جيت هنا، بس ده مش طوب، ده ملح.
تعال نشوف الموضوع ده. هتيجي بورسعيد وما تجيش المكان ده، نصيحة مني، هتتبسط هتتبسط هتتبسط. الملح هنا عامل كأنه تلج. بصوا أنا واحد حضرت التلج في سانتا كاترين، ف شايف إن الصورة اللي هتاخدها هنا هي اللي هتاخدها هناك. فنصيحة مني، روح روح بورسعيد دلوقتي، روح اشرب قهوة بقى عشان دماغي عمود القهوة. أتمنى القهوة هنا في بورسعيد تعملوها حلوة، عشان أنا من عشاق القهوة. بس احنا مش هنستسلم وهناكل السمك برضو، كده كده هناكل السمك، فيلا بينا ناكل السمك. اما تشوف يقول لك بورسعيد فيها سمك حلو، بورسعيد فيها سمك حلو، نروح بورسعيد ناكل سمك حلو. فين بقى ده؟ فين الفيلم بتاع؟ لازم اركب تاكس تقريبا، فاروح اركب تاكس الاول، بعد كده نشوف بقى حوار السمك ده. هل عندهم جمبري؟ الله اعلم، هنشوف القصه دي. صوت السمك. قانون، لو انت جاي ومعاك مراتك، خطيبتك، صاحبتك، اوعى تركب ورا، اوعى تركب ورا انتوا الاتنين مع بعض. القانون ده عندنا في اسكندريه وعندنا هو في القاهره، بس بورسعيد مفيش الاوبشن ده. اوعى تركب ورا. اما كنت متجوز زمان، انا كنت متجوز عموما، اما كنت متجوز زمان انا فاكر ان انا ركبت انا وهي ورا، فلقيت السواق قلب وشه، وانت بتعمل ايه ومش عارف، وقعد يزعق معايا. طب ايه اللي حصل؟ قال لي لا ما عندناش الكلام ده. فدلوقتي اتكلمت عن سواق التاكسي، قال لي اه ده دي مصيبه عندنا، ازاي تقعد ورا؟ فدي خلي بالكم من النقطه دي، لو انت جاي بورسعيد مع خطيبتك، مراتك، اي حد، صاحبتك، اوعى تركب ورا مع بعض، اوعى. يلا بينا، وصلنا سوق السمك، نخش بقى ايه ناكل. انا مش عارف انا هاكل كل ده لوحدي ازاي. طبعا انا مش محتاج اقول لكم الاكله دي محتاجه ايه. مش محتاجه اكيد بقى على وشي. فخلصنا اكل اخيرا، واروح بقى ايه عند بتوع البالة. بيقول لك اللي بيجيب هدوم من هنا ممكن يعني ب 100 جنيه يشبرع نفسه. انا كنت جايب حاجات كتير قوي، فاخش بقى اتفرج، ويلا بينا نتفرج مع بعض ونشوف هنجيبه ايه من الحاجات اللي الجاكيت ده بيقول لي ب 100 جنيه، طبعا سعره حلو فشخ، هو قصير سيكا بس ايه، وفي حاجه ب 100 جنيه اصلا؟ بفكر اخده بصراحه، لو مبطل من جوه انا معايا بتاع زاره جايبه ب 800 جنيه ومش نفس الخامه دي يعني. توكلنا على الله. كده الفيديو بتاعنا خلص اخيرا، اشوفكم بقى الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ما عجبكوش الفيديو ما تعملوش لايك، قشطه. اشوفكم الفيديو الجاي في مكان جديد، في محافظة جديدة، في فلوج جديد. بالمناسبة انا جبت التيشيرت ده، عارفين بكام؟ ب 30 جنيه. يلا سي يو.